السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويتجدد لقائنا في شرحنا لبعض مواقع الذكاء الاصطناعي. والنهاردة جايين يعني نشرح موقع خفيف ظريف كده إن شاء الله، لعل الله أن ينفعنا به. الموقع زي ما حضراتكم شايفين اسمه Learn Anything XYZ، Learn Anything XYZ، وزي ما انت شايف الواجهة بتاع البرنامج يعني جميلة، بيقول I want to learn، هنا بتكتب المجال اللي انت عايز تتعلمه. فعلى سبيل المثال عايز اتعلم الـ Artificial مثلا Intelligence، بكتب بس اهو الكلمة والتكة، هيروح مدخلك على كل المصادر دي، كل دي مصادر للتعلم حول هذا المصطلح. حضرتك بقى بتستكشف القصة وتشوف الروابط دي وتشوف ايه اللي موجود فيها وتتعلم بفضل الله عز وجل. عندي ايه تاني؟ زي ما انت شايف الخطوط اللي هي عاملة زي النيورال ووركس دي فيها اسامي. انت مثلا عايز تتعلم رياضة، فكلمة ماس اهي، بدل ما تكتب هنا انت مجرد ما تكتب ماس على طول بفضل الله عز وجل. مثلا عايز تتعلم حاجة عن الفيتنس، هتلاقي كلمة فيتنس موجودة هنا اهي، كلمة فيتنس اهي، بدل ما تكتبها تبدأ تخش على الروابط دي، هتلاقي بقى في يوتيوب وروابط مختلفة. عيش بقى. تمام، ده يعني كان شرح بسيط جدا لهذا الموقع. نسأل الله عز وجل ان احنا ننتفع به وإياكم، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.